بسم الله الرحمن الرحيم. معاك الجوال محمد أشرف سيد، جمعية فتيان أسيوط ومفوض لجنة الإعلام والعلاقات العامة بجمعية الفتيان إقليمية أسيوط. أولا إحنا ككشافة دور الرئيسي من الأدوار بتاعتنا اللي هي خدمة المجتمع وتنميته. إحنا كمرحلة جوالة شعار المرحلة بتاعتنا الخدمة العامة وتنمية المجتمع، فمن الشعار بتاعنا بنبتدي ان احنا نستمد مكان شغلنا في ان احنا يبقى نوجه شغلنا كله في ان احنا بيبقى التطوع والعمل التطوعي، وان احنا ازاي نوفر طاقتنا او نوجه طاقتنا ان احنا نخدم اكبر قدر من الناس، وخصوصا اللي هي الناس اللي ليها أولوية الخدمة. فاحنا موجودين هنا النهاردة في بالتعاون طبعا مع مؤسسة مصر الخير ان احنا عندنا حملة افطار 3 مليون صائم. الحملة بدأت من أول الشهر وإن شاء الله مستمرة لحد آخر الشهر. إحنا موجودين من أول يوم سواء في الخيمة هنا أو موجودين في المحطة في إفطار المسافر، أو موجودين على الطريق، أو موجودين في التعبئة في المخازن. فإحنا ما يعني بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نوزع مجهودنا في كذا حتة بحيث إن إحنا بأكبر قدر ممكن نقدر نوصل الرسالة بتاعتنا والهدف بتاعنا اللي هو خدمة المجتمع وتنميته. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك الجوال محمد احمد عبد العليم، جمعيه الكشافه الجويه بسيوط. احب اضيف على الضيف طبعا جوال الزميل محمد اشرف ان احنا في الكشافه عامه بنتعاون. ان كنا جمعيات فاحنا جمعيات مختلفه، بس في ما بيننا عمليه ود وتعاون ومحبه هي اللي بتخلينا نوصل للافكار اللي زي كده، هي اللي بتخلينا نتعاون مع بعض، هي اللي بتخلينا نتفوق في المجال اللي احنا فيه. احنا عامه في الكشافه ما بنجيناش مجال واحد او هدف واحد، لا احنا مجالاتنا كتير جدا، منها العمل التطوعي اذا كان في افطار صام او اذا كان في حملات تانية زي حمله رساله، اذا كان في رابطه المراه. احنا بنضيف ادوار كتير في المجتمع عامه في مساعده الناس، مش بس في رمضان. اما في رمضان فاحنا هنا النهارده في معهد الاورام، مش المكان الوحيد الموجود، لا في اماكن تانية في اسيوط وعلى مستوى الجمهوريه كلها، والكشافه بتشارك بدورها الفعال في مساعده الناس في الوقت اللي هي محتاجاه فيه. اذا كان برضو السنه اللي فاتت كنا عاملين الحمله دي في القصر، وكان في افطار صائم فعلا في القصر، وكنا بنساعد الناس المحتاجه حتى لو بعيده عن الافطار، حتى لو بعد كده وفي حد محتاجنا فعلا كنا بنساعد، كنا بنخش بدورنا الفعال المهم. وده شعارنا زي ما قال محمد، احنا فعلا في الكشافه او الجواله عامه كمرحله متخصصه خدمه عامه، احنا بنخدم الجميع وبنخدم كل الناس. النهارده زي ما تشاف الاقبال كبير على المعهد، الناس مبسوطه وفرحانه لان هي بتلاقي فعلا الناس اللي تساعدها، مش مجرد كلام. اذا كانت جمعيه مصر الخير بتنزل اعلانات او بتتكلم في التلفزيون او الناس بتتكلم عنها، لا دلوقتي احنا بنشوف حياه فعاله فعلا، مساعده فعاله ظاهره على التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي وبقالها سنتين شغاله والكشافه بتساعدها. واتمنى